بسنة 2017 بدأت تصير عندي أعراض غريبة. أنا كنت بوقتها مرحلة أولى جامعة بغداد بالتربية الرياضية، فبدأت تصير عندي أعراض غريبة، يعني أنه من أصعد الدرجة أتعب، يصير عندي خفقان، ما أشتهي الأكل، بدأ ينزل وزني بصورة مو طبيعية. فسويت تحاليل وفحوصات، رحنا بوقتها دكتور أمراض دم. أول ما شاف التحاليل يعني تبين عندي نسبة الدم نازلة والصفائح الدموية كلها نازلة والمناعة نازلة، فرأساً الدكتور شك إنه عندي لوكيميا، بس إنه قال إنه لازم أخذ لك خزعة نخاع حتى أتأكد 100% إذا عندك لوكيميا لو لا. زين، سويت خزعة النخاع، طلع عندي لوكيميا بالدم، تشخيص IML. من اكتشفت عندي هذا المرض انه وقفت دراستي. انا كنت مخلصه المرحله الاولى بوقتها، يعني امتحانات نهايه السنه وبقال امتحان واحد. زين، فمن اخذت خزعه النخاع كان باقي لي امتحان واحد، سويت الخزعه وبقيت محمله للسنه اللخ الامتحان اللي بقى علي. ما شاء الله. فاخذت الجرعة كيماويه لمده 6 شهور، اخذتها بمدينه الطب بالطابق السابع. بعدها قال لي الدكتور، يعني بعد ما خلصت الجرعة الكيماوية وسويت خزعة النخاع، طلع انه انا بعد انسانة طبيعية ونسبة يعني السرطان عندي نسبة كلش نازلة، صايرة مثل الانسان الطبيعي. لان اصلا الانسان الطبيعي تكون عنده خلايا سرطانية بس نسبتها 2%، اشياء شيء كلش قليل. قال لي الدكتور انت مخيرة، يا اما تسوين عملية زرع نخاع وتتخلصين من المرض نهائيا، نعم، يا اما تبقين ما تسوين عملية زرع نخاع واحتمال يرجع لك السرطان واحتمال ما يرجع لك، نعم، تبقين على الاحتمالية. فبعد ما تشاورت ويا اهلي وهذه قررنا انه نسوي عملية زرع نخاع. زين، سويت مطابقة انا واخواني، حتى واحد من عندهم يتبرع لي بالنخاع. سافرت التركية، اختي تبرعت لي بالنخاع وسويت العملية الحمد لله والشكر.